وبعد خذ نظما آتاك جيدا يهديك إن أردت أن تجودا سميته بالسلسبيل الشافي فهو لتجويد القرآن كافي فمن بالقبول يا الله وانفع به جميع من تلاه واجعله داعيا إلى النعيم وخالصا لوجهك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بأحبتي الفضلاء وجميع المستمعين والمستمعات في هذا اللقاء وفي هذا الشرح، والذي أسميته الشرح الصافي لمتن السلسبيل الشافي، والله أسأل أن يكون صافيا وأن يكون وافيا وكافيا لكم أيها الأحبة الفضلاء. وها نحن في هذا الدرس سنشرح باب أحكام الميم الساكنة، غير أني في البداية أود أن أهمس في قلوب أحبتي، ولا أقول آذان لأنني أثق أن الكلام سيصل إلى القلوب قبل الآذان، أو سينفذ إلى القلوب من خلال هذه الآذان المصغية. أيها الأحبة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أدومها وإن قل. ووصفت السيدة عائشة رضي الله عنها بأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، أي كان دائما. وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها إذا عملت عملا أثبتته أو لزمته. فهذا الأمر مأخوذ، وهو الملازمة، مأخوذ من قاعدة قرآنية عظيمة. لو أننا عملنا بهذه القاعدة القرآنية في حياتنا وطبقنا ما أوصانا به حبيبنا صلى الله عليه وسلم لتغيرنا في كثير من شؤون حياتنا على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الفردي وعلى المستوى الاقتصادي وغير ذلك، والمستوى العلمي، جميع المستويات. الله عز وجل قال في كتابه: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال هذا لمن؟ قال هذا لمن عندهم الجهاد وأعباء الحياة من التجارة والسفر وغير ذلك. فالله عز وجل قال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. وهذه الجملة العظيمة التي تحمل قاعدة مهمة في حياة كل إنسان ناجح، أنه يواصل، أنه يتابع. ليس المهم أن تنظر إلى حجم الإنجاز، المهم أن تواصل، أن تواصل، أن تبدأ بعمل ولو يسير ثم تتابع، ثم تتابع عليه. ولذلك ليس المطلوب منك أن تنجز عملا عظيما جدا في وقت يسير ثم بعد ذلك تنقطع عنه فتصوم مثلا شهرا ثم بعد ذلك تترك الصيام بالكلية، تتصدق بمبلغ ضخم ثم بعد ذلك تنسى الصدقة ويعز عليك أن تتصدق وتتذكر هذا المبلغ الكبير فتضع يدك مرة أخرى في جيبك، تبذل جهدا كبيرا مع القرآن في شهر ثم بعد ذلك تنقطع. لا يا أحبتي، فقرأوا ما تيسر منه. والقاعدة ليست في القرآن فقط، القاعدة في كل شيء من أمور حياتنا. فهب أنني متخصص في علم ما، قرأت في كل يوم 5 صفحات إلى 10 صفحات، كم ستأخذ مني؟ ستأخذ مني على أكثر تقدير نصف ساعة. تخيل أنني لو وصلت على هذا العمل 10 سنين، سأكون من أبرز المبرزين في هذا التخصص. قس على ذلك كل الأعمال التي تتخيلها. لكن الإشكالية في إيه؟ في أننا ننقطع، نتحمس فترة ثم ننقطع. لنبدأ الآن مع هذا المتن والذي يحتاج منا إلى هذه القاعدة: فقرأوا ما تيسر منه. احفظ كل يوم ولو بيت، بيتا واحدا لا يؤودك، لا يتعبك، ولكن المهم أن تواصل، المهم ألا تنقطع. بيت واحد لكن تكرره، وفي اليوم التالي تحفظ بيتا مع مراجعة ما سبق.
أيها الأحبة، ما رأيكم أن نبدأ في الشرح الصافي لهذا المتن، متن السلسبيل الشافي، وهذا الباب باب أحكام الميم الساكنة. أقول قد صغت لكم مجموعة من الأهداف أود أن نركز عليها اليوم إن شاء الله. الهدف الذي يتكرر معنا ونلح عليه دائما، وهو أن تقرأ الأبيات قراءة صحيحة تمهيدا لحفظها. والهدف الثاني أن تذكر أحكام الميم الساكنة وتميز بينها. والهدف الثالث أن تطبق أحكام الميم الساكنة تطبيقا صحيحا. والهدف الرابع أن تحذر من إخفاء الميم الساكنة عند حرفي الفاء والواو خاصة. ثم هذا الهدف أيضا الذي هو من منهجي في الشرح الصافي، وهو أن أقارن بين ما ورد في متن المقدمة الجزرية وفي متن تحفة الأطفال وفي متن السلسبيل الشافي عن الأحكام التي تكررت بينهم وعالجوها. فاليوم سنقارن إن شاء الله حول ما ذكر العلماء الثلاثة حول أحكام الميم الساكنة. فأعيروني القلوب والأسمع، وبسم الله نبدأ. قال الشيخ رحمه الله في هذا الباب: والميم إن تسكن لها أحكام الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخف عند الباء وفي الميم دغما، وأظهرنها عندما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. لعلكم تلحظون هاتين الكلمتين الملونتين باللون الأحمر، كلمة الإخفاء وهذه فيها نقل، أحسنتم، وكلمة أو قبل واو نحذر، ولا أو قبل واو احذر، أحسنت، بحذف التنوين والاكتفاء بكسرة واحدة لينضبط الوزن، أو قبل واو احذر من الإخفاء. كذلك عندنا عند الباء أين ذهبت الهمزة؟ هنا أقول حذفت الهمزة لينضبط الوزن، ليست التسهيل بل حذف كامل للهمزة. يلا اقرأوا أحبتي ورائي: والميم إن تسكن لها أحكام، والميم إن تسكن لها أحكام، الإخفاء والإظهار والإدغام، الإخفاء والإظهار والإدغام، فأخفي عند الباء وفي الميم دغما، وأظهرنها عندما سواهما، وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء، أراكم قادرين على قراءتها بمفردكم، أسمعونا وأشجونا. يلا لا توجد كلمات تحتاج إلى بسط لغوي، فكلها مر علينا. فإذا بدأنا أيها الأحبة في الهدف الثاني، وهو عرض أحكام الميم الساكنة، فإن هذه اللوحة قد استعرتها من شرح تحفة الأطفال للأمثلة، وأيضا للمقارنة بين الأبيات. عندي في أحكام الميم الساكنة كما نص الناظم على ذلك بأنها ثلاثة، قال: والميم إن تسكن، يشترط أن تكون الميم ساكنة. فإن سألتني لماذا الميم يا شيخ وليس شيء آخر، قلت لك قد ذكر الناظم قبل ذلك أحكام النون الساكنة والتنوين، وها هو يذكر أحكام الميم، فلماذا هذين؟ لماذا لا يذكر أحكام السين أو الصاد أو العين أو الغين؟ وذلك لأن هذين الحرفين فقط هما الحرفان اللذان بهما
غنة أحسنتم، بهما صفة الغنة التي هي أبرز صفات هذين الحرفين. فهذا هو الذي يجعل الميم الساكنة أحكام. وهنا شرط وقيد، الميم الساكنة، وهذا السكون يكون حال الوقف وحال الوصل ثابت، فإن جاء بعد الميم همزة وصل فإنها تحرك بالكسر على الأصل أم يرتاب، أو بالضم إذا كانت ميم ضمير جمع هم العدو، أو بالفتح كما في ألف لام ميم الله. وهنا الوقف للضرورة أو للتعليم، ويجوز لك في ميم أن تمدها 6 حركات أو أن تمدها قدر حركتين فقط. أقول هذه الميم التي لها الأحكام يجب أن تكون ساكنة في الوقف وفي الوصل، فإن كانت الميم في آخر الكلمة وهي متحركة ووقفنا عليها وسكنت لأجل الوقف فليس لها أحكام عندنا. قال لها أحكام، ما هي يا شيخ؟ الإخفاء والإظهار والإدغام. فبدأ بالإخفاء ثم الإظهار ثم الإدغام بحسب ما استقام له الوزن، وإلا فالأحكام نبدأ بالإخفاء ثم الإدغام ثم الإظهار، وهذا قد ذكروها هنا. قال فأخف عند الباء وفي الميم إدغما وأظهرنها عندما سواهما. هذه هي الأحكام، وهذا التنبيه تنبيه مشترك بينه وبين الشيخ الجمزوري رحمه الله. أقول أيها الأحبة، عندنا هذه الأحكام 3. الحكم الأول الإخفاء الشفوي، وهذا الإخفاء الشفوي عبر عنه الشيخ الجمزوري رحمه الله بقوله فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. وهذا الحكم عند حرف واحد وهو حرف الباء. أتذكرون القلب؟ القلب للنون الساكنة والتنوين يكون عند حرف الباء، لكن نحن نقلب النون الساكنة والتنوين إلى الميم ثم نخفي الميم عند الباء. الآن الميم جاهزة، الميم موجودة في الكلمة وساكنة، ماذا علينا؟ علينا أن نخفي، علينا أن نخفي. ونؤكد ما قلته في القلب هو ما يقال في الإخفاء. فنحن أيها الأحبة الفضلاء نلامس بين الشفتين ونطبق الشفتين دون كز ودون ضغط، هكذا: لست عليهم بمسيطر، لست عليهم هم بمسيطر، لا تقل لست عليهم، هذا الكز خطأ، ولا تقل لست عليهم هم، هذا أيضا خطأ، فهذا تشويه للمخرج وتشويه للحرف. فبشرهم بعذاب أليم، وانتبهوا إلى الحرف الذي قبل حرف الميم أن تحققوا حركته هكذا: فإذا هو فإذا هم بالساهرة ترميهم بحجارة كنتم به. وأما إدغام المتماثلين الصغير بغنة أو إدغام المثلين الصغير بغنة فهو إدغام الميم الساكنة في مثلها، فندغم الميم في الميم. وسمي متماثلين للتماثل بين الميم والميم، وسمي صغيرا لماذا؟ لأن الميم الأولى ساكنة والثانية متحركة. هنا ندغم ونضغط على الشفتين ونأتي بشدة خالصة. شيخ الجمزوري قال والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. هنا أيها الأحبة عندما أطبق على مثلا كلمتي لكم ما أطعمهم من جوع، وكذلك أنهم مبعوثون، وكذلك عليهم مؤصدة، عليهم مؤصدة. هنا سأقف أمام ألف لام ميم. لو لاحظتم الإخفاء الشفوي والإدغام فستجدونه يأتي من كلمتين
لا يكون إلا من كلمتين. لكن هنا عندي ألف لام ميم، بعض العلماء يقول ويأتي الحكم الثاني إضغام المثلين الصغير أو المتماثلين الصغير من كلمة، على اعتبار أن الحروف المقطعة هي كلمة واحدة، وهذا على تجوز. عموما الأمر فيه سعة، إن اعتبرت الحروف المقطعة كلمة فيأتي الإدغام في كلمة في الحروف المقطعة. نحن ندغم ماذا في ماذا؟ ألف لام تنتهي بميم، وميم التي بعدها تبدأ بالميم، فهنا يحدث الإدغام هكذا: ألف لام ميم. بقي الحكم الثالث وهو الإظهار الشفوي، وهذا الحكم عند بقية الحروف. ولذلك الشيخ عثمان ماذا قال؟ قال وأظهرنها عندما سواهما، أي سوى الباء وسوى الميم، فالإظهار هو الحكم. والجمزوري قال والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، ويأتي من كلمة أو من كلمتين. قل معي: والشمس وضحاها، والشمس وضحاها، والشمس وضحاها. عندما أقول مثلا قم فأنذر، هنا ملاحظة وتنبيه من جميع العلماء على عدم إخفاء الميم الساكنة عند حرف الفاء، وذلك للتقارب الشديد في المخرج بينهما، وكذلك عند حرف الواو، وذلك الاتحاد في المخرج بين حرف الميم وبين حرف الواو. فاحذر: وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. وقال الشيخ الجمزوري كما سنأخذ في بعد قليل، وأيضا الشيخ العلامة ابن الجزري أشار قبل ذلك إلى هذا التحذير. قل معي: قم فأنذر. هنا أرح الميم وحقق الجهر والتوسط الذي بها هكذا: قم فا، قم فا، قم فأنذر. وكذلك عليهم ولا، عليهم ولا، عليهم ولا. سؤال: هل يأتي الإظهار الشفوي من كلمة واحدة أم يأتي من كلمة ومن كلمتين؟ والشمس هذا كلمة، قم فأنذر، عليهم ولا، أمهلهم رويدا، يأتي من كلمة ومن كلمتين. أيها الأحبة الفضلاء، نأتي الآن إلى المقارنة بين المتون الثلاثة ونستذكر ما قال العلماء. قال ابن الجزري رحمه الله: وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، هذا تعلق بحكم الميم والنون المشددتين. ثم قال: وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. فذكر الأحكام الثلاثة، ذكر الحكم الأول في هذا البيت، لأنه أظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، فإذا أدغمت الميم في الميم فهذا تشديد، هذا هو الحكم الأول، فتظهر الغنة، فهذا هو إدغام المثلين الصغير. والحكم الثاني قوله: وأخفيا الميم إن تسكن، أخفها بغنة لدى ماذا؟ لدى باء على المختار من أهل الأداء، أي على الراجح من قول علماء الأداء، وهو المعمول به، وهو الذي صحت به الأسانيد وبه نقرأ. والعدم الإخفاء أي الإظهار هو قول مرجوح ولا يعمل به، فلا تقول ابن الجزري قال كذا وهو قال راجح ومرجوح، هذا الكلام غير صحيح. الأداء والقراءة سنة، وتأتي بالتلقي، وتأتي بالتلقي، وهذا هو المثبت عند العلماء. ثم قال: وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. هنا نؤكد على هذه الجملة وهذه الجملة.
لأن هاتين الجملتين سيستفيد بهما من بعده. الآن واضح كلام ابن الجزري، ذكر بيتين وكلمة من البيت الثالث، وذكر حكمين صراحة، وذكر الحكم الثالث ضمن حكم النون والميم المشددتين، وحكم إدغام المثلين. دعونا الآن نذهب إلى الشيخ سليمان الجمزوري، والذي تميز بحق في هذا الباب، فقال: وأجاد وأفاد وتوسع. قال: والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء، لا ألف لينة لذي الحجاء، أحكامها ثلاثة لمن ضبط: إخفاء، إدغام، وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء، والثاني إدغام بمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى، والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية، واحذر لدى واو وفاء تختفي. هذه نفس الجملة، وهذا أيضا والثالث الإظهار في البقية، نفس الجملة وهذه نفس الجملة، هنا من أحرف وسمها شفوية، وهنا زاد تعليلا لقربها والاتحاد فعرفي، فزاد بيتين ها هنا وزاد شطرين ها هنا. إذن هو زاد على ما قاله الإمام ابن الجزري رحمه الله، وهذا أنسب للمبتدئين، والتحفة كما هو معلوم لمبتدئ علم التجويد. ثم إذا جئنا إلى منظومة السلسبيل الشافي، فإننا نؤكد هذه الأبيات: والميم إن تسكن لها أحكام، الإخفاء والإظهار والإدغام. هذا البيت لا يوجد عند ابن الجزري، ويوجد عند الشيخ سليمان الجمزوري. فأخف عند الباء وفي الميم إدغما، جمع حكمين في شطر واحد، وأظهرنها عند ما سواهما، والحكم الثالث في الشطر الثاني من هذا البيت. ثم أكد ونبه على ما سبقه إليه ابن الجزري وما ذكره عنه الإمام الجمزوري، فقال: وإن رأى، لكن غير في العبارة، قال: وإن رأيت الميم قبل الفاء أو قبل واو احذر من الإخفاء. إذن هذا اللحن منتشر، فعلينا أن نحذر منه وأن ننتبه إليه. أيها الأحبة، لا تفوتكم هذه التدريبات، والتي في كل مرة أنوع بين التدريبات التي تكون على صورة اخطر أو أكمل أو ضع علامة صح، وأيضا لا يفوتكم هذا النشاط الإثرائي لتثروا هذه المادة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، سعدت بأن كنت معكم، أرجو أن تكونوا قد سعدتم مثلما سعدت بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد خذ نغما اتاك جيدا، يهديك ان اردت ان تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القران كافي، فمن بالقبول يا الله، وانفع به جميع من تلاه، واجعله داعيا الى النعيم وخالصا لوجهك. وبعد خذ نغما اتاك جيدا، يهديك ان اردت ان تجودا، سميته بالسلسبيل الشافي، فهو لتجويد القران كافي، فمن بالقبول يا الله، وانفع به.